هما حرشات معمرين بزبيب وجبن. غادي نحتاجو في المقادير باش نحضروا الحرشه نص كيلو ديال السميده رقيقه، واحد ياغورت مسوس، كاس ديال العنبه مع مرش ديال سنيده، كاس ديال الزيت الروميه، جوج ديال البيضات، جوج خمارات ديال الحلوه، زلافه صغيره ديال الزبيب مطحون مع معلقه ديال الطحين فورس باش يتطحن مزيان، وعلبه ديال الجبن يعني المعروف علبه منه هي باش غادي نعمروا هاد الحريشات. هادو هما المقادير، وغادي نحتاجوا شويه ديال السميده غليظه باش يعني نفندوها اولا نقرصوا فيها هاد الحريشات. غادي نعاود بالنسبه للحرشه يعني مخلطه بالزبيب ومعمره بالجبن، غادي نحتاجوا في المقادير نص كيلو ديال السميده رقيقه خاصه بالحرشه، السميده رقيقه نص كيلو، واحد ياغورت مسوس، كاس ديال العنبه مع مرش ديال سنيده يعني كاس مع مرش ديال سنيده، كاس العنبه ديال الزيت، جوج ديال البيضات، جوج خمارات ديال الحلوه، زلافه صغيره ديال الزبيب ناخذوه يعني نحيدوا ليه ديك العويدات ويتغسل مزيان ويتنشف، ونطحنوه مع معلقه ديال الفرص يعني حتى كيتمسح مزيان او يتغسل مزيان ويتنشف مزيان، عاد ديك الساعه نطحنوه مع معلقه ديال طحين فرص باش كيتعلك لينا وكيتخلط مزيان وكيطحن، وعلبه قلنا ديال الجبن المعلب المعروف، وسميده رقيقه واحد شويه منها باش نفندو هاد الحريشات يعني بالطريقه العاديه. نخلطوا المقادير مع بعضياتهم، يعني نخلطوا نص كيلو ديال السميده رقيقه مع واحد ياغورت مسوس مع كاس مع مرش ديال السنيده مع كاس ديال الزيت، جوج البيضات، جوج خمارات ديال الحلوه، زلافه صغيره ديال الزبيب كنطحنوه مع معلقه ديال الفرص يطحن مزيان يجي معلك، ونضيفوه للمقادير. نخلطوا هادشي كله الا الجبن اللي غادي نعمروا به، يعني المقادير كلها كتخلط وكنخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم. كنتسنى واحد شويه نخليو هاد يعني الحرشه كترتاح تقريبا واحد نص ساعه باش هذيك السميده كتشرب هذاك الزيت يعني والياغورت والبيض يعني والمقادير، كنخليوها حتى كتشرب واحد نص ساعه كترتاح، وعاد ديك الساعه كناخذوها كناخذوا من هاد العجينه كنشكلوها على شكل كريسات يعني في الكف ديال يدينا، ونهزوا هذاك الجبن اللي في العلبه نهزوا منه مثلا معلقه صغيره وكنديروا في الوسط ديال الحرشه، وكنعاودوا نلبوها بشكل عادي يعني مدور يعني لا شكل كويرات، كنفندوهم نقرصوهم في السميده الغليظه، ثم كنستفوهم في اللاطه ديال الفران مفرشه بورق سلفوريزي نقرصوها واحد شويه كتبسط هكا بحال شكل ديال غريبه. ديك الساعه كندخلوها للفران يعني بطريقه العاديه، الفران يكون سخون ومن بعد كنشعلوا عليه الفوق حتى كتشقق لينا، ومن بعد كنخليوها كطيب من التحت يعني بطريقه العاديه، فكتجي لذيذه لانه داك الزبيب مخلط مزيان مطحون قلنا مع معلقه ديال الفرص باش يطحن لينا مزيان، وكنخلطوه مع المقادير يعني مع السميده مع الحرشه يعني كيجي مخلط وكيجي معمر بهذاك المعلقات ديال الجبن. طريقه سهله كيف ما قلنا، نص كيلو السميده رقيقه تخلط مع واحد ياغورت مسوس مع كاس العنبه مع مرش السنيده مع كاس العنبه ديال الزيت، جوج ديال البيضات، جوج خمارات ديال الحلوه حمرين، زلافه صغيره ديال الزبيب مطحون من قبل مع معلقه ديال الفرص ملي كيطحن كنضيفو على المقادير، كنعجنو هادشي مزيان ملي كيتعجن لينا كنغطيوه وكنخليوه نص ساعه كترتاح لينا باش ديك السميده كتشرب داك السوائل، نخليوها كترتاح. من بعد نص ساعه كناخدو داك الخليط ديال الحرشه وكنشكلوها يعني في الكف ديال يدينا، كناخدو كويره وكنبسطوها في الكف ديال يدينا، وكناخدو داك العلبه ديال الجبن يعني داك الجبن المعلب المعروف كنهزو منه معلقه صغيره وكنديروها في الوسط ديال الحرشه، وكنلولبوها يعني كنعاودو نشكلوها على شكل كويره باش كتسد وما كتبقاش تبان داك الجبن كيجي لداخل فيها، وهذيك الحريشه كنقرصوها في سميده رقيقه يعني ناخذو سميده الغليظه، ناخذو مثلا طبسيل ولا زليفه، وملي مثلا عمرو مثلا غادي ناخذو شويه ديال الحرشه يعني الحرشه اللي خليناها كترتاح نص ساعه، غادي نهزو منها شويه على شكل كويره، هذيك الكويره غادي نبسطوها في الكف ديال يدينا باش كتجي مبسطه، كنهزو بالمعلقه شويه ديال الجبن وكنديروه في الوسط وكنشكلوها على شكل كويره، وكنديروها في واحد الزليفه اللي فيها السميده الغليظه، وكنبقاو ندوزو كندورو هذيك الكويره في هذيك السميده الغليظه صافي، ومن بعد كتكون واجده نستفوها في اللاطه ديال الفران وكنبسطوها واحد شويه بيدينا، نبقاو غاديين حتى كنكملوا، ومن بعد كطيب الكاب ديال البهله بالطريقه العاديه حتى كتشقق لينا من الفوق، عاد ديك الساعه كنشعلوا لها من التحت وكنخليوها حتى كطيب، والداخل ديالها يعني كتجي فيها داك الجبن، وملي كنقدموها ممكن اننا نديروا زليفه ديال العسل
يكون شويه دافي، وديك الساعه كنهزو على شكل خيوط وكنديروها من الفوق. ديك الحلاوه مع ديك الملوحه كتجي يعني لذيذه بزاف، مناسبه للكوتي. اخترنا اليوم بيني ملح وحريشات يعني مالحين حتى هما، بالمذاق ما بين الحلو والملح كيجيو ممتازين. نتمنى انكم تجربوهم وبالصحه.